احنا النهارده هنقول نقطه واحده منها، لان هي دي تعتبر من وجهه يعني. لو كده انتهينا من المحاضره بتاعه النهارده اللي درست. لا بس المحاضره كانت حلوه. اه حلوه بس يلا بينا. ده شكل نوبة من نوبات الصرع، واللي بتكون في صورة تشنجات على الجسم كله، وبتسمى بالنوبة الكبرى. مهم جدا نعرف ازاي نتعامل معاها ونعمل لها الإسعافات الأولية. رجعوا يا جماعة، رجعوا لورا 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 لورا. أول حاجة لازم نبعد عنه الناس خالص، وكمان نبعد عنه أي حاجة حادة ممكن تعوره. تاني حاجة، ولا نحاول نثبت جسمه خالص، ولا نحاول نشربه أو نحط أي حاجة في بقه، وبعد كده نحط أي حاجة تحت راسه عشان نحميها، ونحاول ننيمه على جنب وحد يحسب وقت. ولما النوبة توقف نخليه برضو على جنبه لحد ما يفوق تماما، وبعد كده نقول له ان هو جاله نوبة ونطمنه انه هيبقى كويس. ولو النوبة كملت اكتر من 5 دقايق مهم جدا نكلم الاسعاف بسرعة. الصرع اضطراب مزمن بيصيب الدماغ بسبب خلل في عمل خلايا المخ، ونوباته بتحدث فجأة، ولذلك لابد أن نعلم كيف نتعامل مع المريض أثناء حدوث النوبة. بالوعي تحميه، وبالجهل تقضي عليه.